هذه تحية صباحية لكم مشاهدينا أينما كنتم في المتابعة، وعدد جديد من فلسطين هذا الصباح. اليوم السبت 10 من حزيران، 15 من رمضان. صباح الخير يا فرح. يسعد صباحك مي، صباح متابعينا في فلسطين هذا الصباح. مشوارنا الصباحي رح يستمر معكم لمدة ساعتين من الزمن كالعادة، نتنقل خلاله بين محطات مختلفة ومتنوعة. في البداية مي رح يكون في عنا قراءة في الصحف المحلية لنتعرف على أبرز ما جاء من أخبار الصحف المحلية. وفي أخبارها ركزت على المسجد الأقصى يوم أمس الجمعة، وتقريبا 300,000 مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك من كافة محافظات الوطن. يوم أمس كانت القدس عامرة بكل الفلسطينيين من كل أنحاء الوطن، كبارا صغارا شيوخا نساء. وفي الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أدى ما يقارب 15,000 صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان. أيضا في أولى زوايانا اليوم رح نتحدث أيضا عن ارتباط العبادات بتقويم السلوك والأخلاق. العبادات ليست المسجد الأقصى، وهذه المرة متطوعي الدفاع المدني موجودين في مدينة القدس، ومن المعروف أنه أعداد كبيرة من المواطنين تتواجد في محيط البلدة القديمة وصولا إلى المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي كان في واجب على متطوعي الدفاع المدني للوصول هناك ومحاولة تنظيم الحركة والسير و تقليل المشقة عن المصلين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. أيضا اليوم الخطة الوطنية الاستراتيجية لقطاع الشباب من هذا العام وحتى عام 2022. من نروح لاستديوهاتنا في غزة بعدها فرح، ومنكون مع المبادرات المختلفة لشبابنا ونتعرف أكثر على مبادرة منا وإلنا، وأكيد استديوهاتنا في غزة وزميلاتنا هناك رح يكون عندهم تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. وننتقل بعدها لحملة ادعم بلدك بشراء منتج وطنك. هاي الحملة اللي بتهدف لتعزيز المنتجات المحلية وشرائها أيضا، رح نعرف أكثر تفاصيل عن هاي الحملة خلال مشوارنا الصباحي. محطتنا الأخيرة مباشر من مدينة نابلس ومن تكية نابلس الخيرية بالتحديد، وأتكايا تنشط أو ينشط عملها في شهر رمضان المبارك بتقديم وجبات الإفطار للصائمين في نابلس، في تكية عندنا في الخليل، وتكية خصك سلطان في مدينة القدس، وزملائنا في كافة المحافظات في بحاولوا تسليط الضوء أكثر على هذه التكايا وعملها خلال الشهر الفضيل. إذا جولتنا الصباحية تحمل العديد في طياتها، رح نبدأها سويا بعد الفاصل، خليكم معنا. يسعد صباحكم من جديد لكل اللي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح. نبدأ مشوارنا الصباحي مي بقراءة أبرز ما جاء في الصحف المحلية، ونبدأ بصحيفة الحياة الجديدة في عنوانها قمع الحياة الجديدة من أخبار. نكمل معك مي. نعم، الحرية لزميلنا فؤاد جرادة، وأكيد يعني ندين كل هذه التصرفات من أجهزة حماس في الاعتداء على زميلنا واختطافه واقتياده إلى جهة غير معلومة. مكملين معكم مشاهدينا في صحيفة القدس وفي عناوينها اللي ركزت بطبيعة الحال حول الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، والصورة لقبة الصخرة المشرفة تزدهي بالمصلين، و300 ألف مصلي، وتكرارا أنه خلال شهر رمضان المبارك يعني هذه المظاهر هي في ازدياد للأسف، العصبية، التوجه نحو الشجارات، والشرطة سجلت حالات متزايدة من الوفياء سواء جراء الشجارات أو حوادث السير المختلفة في الشهر الفضيل. أكيد ليست هذه رسالة شهر رمضان المفروض أن تصل إلى المواطنين. كملين معكم في صحيفة القدس مشاهدينا، ولا أريد تكرير الأخبار. ترامب يدعو قطر إلى توقف فورا عن تمويل الإرهاب، وتيلرسون يطالب السعودية وحلفائها بتخفيف الحصار. في الجزء الثاني من صحيفة القدس، المحافظون في بريطانيا يخسرون الأغلبية المطلقة، وتيريزا مي تواجه ضغوطا للاستقالة. لجنة الأسرى في غزة، الصليب الأحمر يخرج عن دائرة الحياد، وقالت أنها رفضت بشكل قاطع تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول لما ذكر مكتب الرئاسة، وللأسف عشرات القتلى والجرحى من القوات السورية في تفجير لداعش. وخبر مؤسف آخر من بغداد، 20 قتيلا بتفجير انتحاري في بغداد، ونائبة القوات العراقية غير قادرة على تأمين الطريق إلى الأردن. وتقريبا هذه أبرز العناوين على أولى القدس هذا الصباح.
نكمل معي مع صحيفة الأيام، وفي عنوانها الرئيس: شهيد وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا، قام مسيرتي كفر قدوم ونعلين أبية. هذه أبرز ما جاء في صحيفة الأيام. الصحف تتشارك في بعض عناوينها. يعني تعودنا من صحفتنا أنه تقريبا نفس الأخبار لأنها نقلا عن ذات المصادر. طيب خلينا نروح للصفحات الأخيرة وبعض العناوين المختلفة. خلينا نغير جو على ساعات الصباح. أبدأ من مرض السكري، وواضح أنه في هناك نقلة طبية في هذا المجال. وحقنة واحدة شهريا، أمل جديد لمرضى السكري. هذه الحقنة يمكن إعطائها كل شهر بدلا من معاناة الحقنة اليومية. وأكيد مرضى السكري يعني عارفين عن إيش إحنا بنتحدث. هذا الصباح الباحثون قالوا أن الحقنة هي عبارة عن جل يحتوي على مادة دولاغلوتيد يذوب ببطء تحت الجلد عن طريق حرارة الجسم. هذه الحقنة تسيطر على الجلوكوز بنسبة تصل إلى 3 مرات أكثر من حقن المادة بمفردها التي يتم تعاطيها أسبوعيا. هذا فيما يتعلق بموضوع السكري. إلى خبر آخر، وسم الأفعى السوداء يعطل الخلايا العصبية. هذه الأفعى الخطيرة مشاهدين تعيش في الغابات والسهول الروسية وتتغذى على ضحيتها وتقوم بتعطيل الجهاز العصبي للضحية، والحمد لله أنها مش موجودة عندنا. خبر من اسكتلندا، ومدرسة تبحث مدرسة تبحث عن معلم لتلميذ واحد في جزيرة على حافة العالم. هذه الجزيرة في اسكتلندا، ويبدو أنه المعلمين مش مهتمين في التدريس بهذه الجزيرة. أخيرا، خسر 16 كيلوغرام بتناول المثلجات، وهي حمية غريبة من نوعها. اختصر فيها أنتوني هوارد 32 عاما على تناول المثلجات، وبإمكان أي شخص حسبه خسارة الوزن الزائد مع تناول الأطعمة التي يرغب بها طالما قام بمراقبة كمية السعرات الحرارية. نعيش ونشوف. نوع من التغيير من الأخبار الجديدة نسمعها. بعد الفاصل سنتحدث في فقرتنا الدينية الرمضانية عن ارتباط العبادات بتقويم السلوك والأخلاق. خليكم معنا. تحية لكم من جديد مشاهدينا. في فقرتنا الرمضانية الأولى نتحدث عن مساهمة الشهر الفضيل في تقويم السلوك والأخلاق. طبعا التحلي بالأخلاق الحميدة والسلوك الطيب مفترض أن يكون طيلة أيام العام، لكن شهر رمضان لديه هذه النفحة الإيمانية والروحانية. ونرى العديد من الأشخاص يقرروا مع بداية الشهر الفضيل تقويم بعض السلوكيات غير الجيدة أو السلوكيات الخاطئة الموجودة في شخصياتهم، واستغلال شهر رمضان بأنه شهر الرحمة والتوبة والمغفرة في هذا الموضوع. رح نحاول في هذه الفقرة نشوف ما هي الفرصة التي يمكن أن ينتهزها الصائم والصائمة لتقويم السلوك والتصرفات خلال هذا الشهر الفضيل. منرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ حسن عدوان، إمام مسجد مخيم قلندي الكبير. يسعد صباحك ورمضان كريم. يسعد صباحكم. سمحت الشيخ، لو بدنا نتحدث عن العبادات وأدائها في شهر في هذا الشهر الفضيل وشيخنا الكريم عن المنبر، وهو منبر المساجد في الدعوة إلى هذه السلوكيات الطيبة والأخلاق الحميدة، ونتحدث ربما عن صلاة الجمعة في الأيام العادية وعن صلاة الجمعة وصلاة التراويح اللي نشهد فيها أعداد كبيرة من المصلين في شهر رمضان المبارك. كيف أنتم طبعا إمام مسجد، أنت وزملائك، تحاولوا أن تكون الخطب المختلفة فيها هذه الأخلاق والسلوكيات والحث إلى الرجوع إليها؟ نعم، إحنا خلينا يعني نأخذ تطبيق السهر. تفضل. وهنا شيخ، هل لمست خلال شهر رمضان المبارك تأثيره على الأشخاص وأنت موجود في الجامع وموجود في البيئة بشكل عام؟ هل لاحظت أنه بالفعل شهر رمضان أثر في فئة من الشباب أو فئة من الناس اللي أرادوا الرجوع إلى الله في هذا الشهر، أرادوا تقويم السلوك، العودة إلى الأخلاق الحميدة، أم أننا لازلنا نحتاج الكثير ربما في هذا المجال؟
هي قضية نسبية حقيقة، يعني احنا بنلاحظ اقبال هذا الشهر الفضيل في العودة الى مكارم الاخلاق وتقويم السلوك. الشيخ حسن عدوان امام مسجد مخيم قلنديا، فرحنا وسعدنا وجودك معنا، يسعد صباحك دائما. يسعد صباحك وشكرا لك. شكرا لكم، بارك الله. مستمرين في فقراتنا الرمضانية، ولكن في الفقرة التالية سنسلط الضوء على تطوع عناصر الدفاع المدني في المسجد الاقصى خلال هذا الشهر الفضيل. فاصل قصير ونتابع معكم. أحلى صباح من جديد لكم متابعينا في فلسطين هذا الصباح. نكمل في فقراتنا الرمضانية، ونتحدث في هذه الفقرة عن تطوع عناصر الدفاع المدني في المسجد الأقصى. معنا الرائد نائل العزي، مدير العلاقات العامة والإعلام من استوديو بيت لحم. يسعد صباحك ورمضان كريم. يسعد صباحكم، يسعد صباح كل مشاهدينكم، ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بألف خير. سعدنا بوجود متطوعي الدفاع المدني في المسجد الأقصى المبارك، وعرفنا أيضا أن مدير الدفاع المدني زارهم وتناول وجبة الإفطار معهم الأسبوع الماضي. خلينا نتحدث عن هذا التواجد وأهميته في هذا المكان المقدس في شهر رمضان المبارك. نعم، بداية شكرا لتلفزيون فلسطين على هذه الاستضافة، وحقيقة تلفزيون فلسطين بغطي كافة الأنشطة اللي بتتعلق بالهوية الفلسطينية في المدينة المقدسة وفي عاصمة فلسطين. ومن إحدى هذه الجوانب هو العمل التطوعي الذي يقوم به مجموعة من متطوعين الدفاع القدس. وهنا يعني الرائد، نحن نعرف انه وضع الدفاع المدني في مدينه القدس هو عمل تطوعي بسبب يعني منع سلطات الاحتلال لقيام السلطه الفلسطينيه باي عمل رسمي داخل مدينه القدس، ولكننا نعرف ايضا انكم على تواصل وتماس مباشر معهم من خلال الدورات التدريبيه، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمه ومتابعتهم. خلينا نتحدث شوي عن طبيعه علاقتكم بالمتطوعين في مدينه القدس، ليس فقط في شهر رمضان ولكن في كل فترة العام، لأنه احنا صدفناهم مرات عديدة وواضح دورهم وبصمتهم الموجودة في مدينة القدس. نعم صحيح، منذ إنشاء فرقة متطوعين الدفاع المدني في المدينة المقدسة تم العمل على كيفية استقطاب المزيد من المتطوعين. يعني أن أعداد كبيرة من المواطنين تتوجه إلى مدينة القدس، إلى حارات القدس، وصولا إلى المسجد الأقصى المبارك. يوم أمس نتحدث عن 300 ألف مواطن، وكل جمعة يزداد هذا العدد، وبالتالي تزداد المهام والمسؤوليات على متطوعي الدفاع المدني. ومن نذكر أيضا أنه فرق أخرى تعمل داخل المسجد الأقصى المبارك، فأهمية التشبيك ما بين الدفاع المدني وبقية الفرق العاملة، وهل هناك أوقات ذروة لعملهم في شهر رمضان المبارك، أو نستطيع أنه نراهم كافة الأيام في ساعات الظهر وفي ساعات الليل أيضا؟ نعم، سؤال مهم يا سيدتي. الدفاع المدني جزء من المنظومة الشاملة، الدفاع المدني شريك استراتيجي مع الهلال الأحمر، شريك استراتيجي مع مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك. في تواجدي في مدينة القدس أنا على احتكاك مباشر معهم، استضفناهم مرات عديدة، وهدفهم الرئيسي هو خدمة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل وطيلة أيام العام. ومثل ما قال الرائد نائل، هم يعملوا من منطلق وطني ومن منطلق خدمة مدينة القدس. فاصل مشاهدينا ونواصل. صباح الخير من جديد لكل اللي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح. في هاي الفقرة نتحدث عن الخطة الوطنية. الموضوع فرح، نرحب الأستاذ نزار بصلات، المدير العام التخطيط ورسم السياسة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة. يسعد صباحك. يسعد صباحك فيك. خطط كثيرة سمعنا عنها سنوات وسنوات، ولكن هذه المرة خطتكم إن شاء الله بتكون مختلفة. قطاع الشباب قطاع مهم، ومن الأهم أنه نرصد احتياجات الشباب عبر الشباب نفسهم، وهذا ما قمتم به هذه المرة. نحكي عن 5000 شاب وشابة ساهموا في وضع هذه المخططات. هيك نبلش بالجوانب الإيجابية في هذه الخطة.
يعني هذه الخطة تتميز بواقعية وبأنها مستقاة من الشباب. أنا سمعنا عنها سنوات وسنوات، ولكن هذه المرة خطتكم إن شاء الله بتكون مختلفة. قطاع الشباب قطاع مهم، ومن الأهم أنه نرصد احتياجات الشباب عبر الشباب نفسهم، وهذا ما قمتم به هذه المرة. نحكي عن 5000 شاب وشابة ساهموا في وضع هذه المخططات. هيك نبلش بالجوانب الإيجابية في هذه الخطة. يعني هذه الخطة تتميز بواقعية وبأنها